السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناه ام مروان. مرحبا بكم معايا اليوم في واحد الوصفه اللي هي سهله وبنينه واقتصاديه. بسطيله غير بالعجين بدون ورقه، كتجي ساهله، كتجي هشيشه وبنينه. يلا ندوزو نشوفو نكتشفو المقادير وصفه التحضير. بقاو معايا في الفيديو حتى النهايه. قبل ما ندوزو نشوفو المقادير وصفة التحضير، غادي نقطع لكم واحد الطاج. تشوفو كيفاش كتجي هشيشة، كدوب في الفوم. هانتوما كيف كتجي، كتجي زوينة بزاف، كتجي عامرة بالزبيب من الداخل. هادي هي البسطيلة اللي غادي نعدلها معاكم اليوم، كتجي ساهلة. هانتوما كيما كتشوفو معايا زوينة بزاف، كتجي عامرة من الداخل. ماشي بالضرورة أن إلا كانت عندنا الورقة نعدلو البسطيلة، أولا إلا كان عندنا المكونات كافيين يعني عدلوها بلا ما يكون عندنا الورقة. طيب العجينة بدون خميرة كتجي هشيشة بزاف، كدوب في الفوم، كتقطع بسهولة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. دابا غنقرا في المقادير. دابا غادي ندوز نشوف المقادير وصفة التحضير ديال البسطيلة عادية اللي غادي نعدل معكم اليوم ديال العجينة. كما كتشوفوا معايا عندي هنا التبزيرة اللي غادي نستعمل. عندي هنايا معلقه ديال سكنجبير، معلقه ديال القرفه، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الخرقوم بلدي او الكركم. انا ما غاديش نستعمل الخرقوم لان استعملت معلقه عامره ديال الكركم، ما غاديش نستعمل الخرقوم. عندي هنا هاد القعقله او حبه الهين كتعطي واحد الصور زوين. وغادي ندير هاد الزعفران شعره، يعني الا مكانش عندكم متوفر بلاش الراند او ورقه سينموسه ما عنديش متوفره، ما غاديش نديرها، كلكم نتوما تضيفوها. عندي هنا المعدنوس قطع بهذا الشكل صغير. عندي هنا نص كاس ديال الزيت. عندي ثلاثه الحبه ديال البصل مشلطه بحجم متوسط. عندي هنا صدر ديال الدجاج رقدت في الليمون لمده 3 سوايع ونص، قطعته صغير بهذا الشكل. الملح على حسب الذوق. عندي هنا هاد الزبيب، دائما كنغلي الماء على حسب الغليان، كندير فيه هاد الزبيب حتى كيطيب غير هكا كنغطيه. ما عنديش اللوز متوفر، عندي عندي بلا لوز، عندي غير جوج مكونات. وصفه سهله وبسيطه اقتصاديه. دابا غادي ندوز نضيف هاد المكونات في هاد الصالطين باش نطيبهم. غادي ندير الدجاج، الزيت، معدنوس، التوابل كاملة غادي نديرها. هاد القعقله او حبه الهند حتى هي 8 ديال الحبات، ملح على حسب الذوق. دابا غادي ندير هاد الزعفران شعره اللي هو مطحون، يعني كيعطي واحد النكهه زوينه، ممكنش عندكم متوفر بلاش. دابا غادي نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم باش نحطها فوق النار باش ندوز نعدل العجينه ديالي. دابا غادي ندوز نشوفو الطريقه ديال العجينه اللي غادي نستعمل. عندي هنا زلافه ديال الدقيق ما عمرش بزاف كما كتشوفوا معايا، هذا الحجم هذا مش كبيره. عندي هنا كاس ديال الماء دافي، عندي هاد زليفات عامرين صغيره عامره، هذه عامره بالزيت بلديه، 8 معلقه ديال الزبده، بيضه، الملح على حسب الذوق. غادي ندوز نغربل العجينه ديالي. بعد ما غربلت العجينه ديالي دابا غادي ندوز نضيف المكونات، بيضه مع الزبده. هاد المكونات الزبده باش كتخليها هشيشه، مع هاد البيض، الزيت، الملح على حسب الذوق.
غادي نخلط هاد المكونات وكنبقى نخلط بشويه د الماء حتى كنسجم لي العجينه ديالي. كما كتشوفوا معايا بعد ما خلطت ديك المكونات بحال هذا الشكل، دابا غادي نضيف شويه ديال الماء وكنبقى نجمع غير شويه ماشي بزاف، يعني العجينه متماسكه كما كتشوفوا معايا. دابا ما غاديش نزيد العجينه الماء عفوا، حتى كنجمع مزيان نشوف بحال ديال العجينه ديالي كيفاش ني، والعجينه بقات كتجمع. العجينة ديالي تجمعات، غنزيد عيش شوية ديال الماء وندير هكا ونخليها ترتاح مدة تقريبا ساعتين. دابا غادي نخليه يرتاح حتى من ساعتين أو ثلاثة سوايع على الأقل، نغطيه بحال هاد الشكل ونخليه. كما كتشوفوا معايا يعني التحميره ديال الدجاج مع البصله يبقى طابت. دابا غادي نضيف البيض، عندي هنا 6 ديال البيضات، نتوما يمكنكم تضيفوا البيض اللي بغيتوا على حجم على حساب القطعه ديالكم. انا درت البيض بزياده باش التحميره ديالي تجي كبيره شي شويه، لان درتها شويه كنبدا كنخلط حتى كيتخلطوا مع مثلا مطيتو مزيان. نستمر في هذا الشكل حتى كيطيب البيض ديالي، ما خصنيش البيض باين. بعد ما درت البيض وهي طابت يعني رجعت كميه كبيره اكثر من قبل، دابا غادي نخليه يبرد مزيان باش ندوز نعمره. من بعد ما قطرت هذا الزبيب غادي نديرو هنا في هذا البلاطو، باش غادي ندير له السكر. عندي هنا 6 ديال الكوشره ديال السكر، يمكن لكم نتوما تضيفوا على حسب الرغبه ديالكم. غادي ندير السكر، غادي نخليه حتى ندوز باش نعمرو باش يذوب لي. انا باقي سخون الزبيب، ضيفت عليه السكر باقي سخون باش يذوب داك السكر، نخليه يشرب السكر مزيان باش ندوز نعمرو. اعزائي المشاهدين، هاد النقطة ديالي دهنت بالزبدة باش غادي ندير هاد البابي اللي لصقتي. من بعد ما لصقت هاد البابي دابا غادي ندهن مزيان بالزبدة باش تجي محمرة البسطيلة ديالي من التحت بهذا الشكل. اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا معايا العجينة ديالي قسمتها في النص على شكل كويرات، وغادي نولي نغطيها بهاد البلاستيك ونخليها ترتاح مدة ديال نص ساعة تقريبا باش غادي نولي نقرصها. دابا غادي ندوز نقرص هاد العجينة باش نديرها في القاع ديال المقلة. من بعد ما طلقت العجينه ديالي بحال هذا الشكل في القاع ديال هذا المقله، دابا هذا التعميره غادي نقسمها في النص يعني بردت لي كتفات لا طوبج تبرد، نص غادي ندير من فوق نص من تحت. دابا غادي ندوز ندير هذا الزبيب كما شفتوا معايا، واشرب هذاك السكر ولا حليب عسل. وصفة سهلة اقتصادية. بعد ما درت هاد الزبيب غادي ندير هاد التعميرة اللي بقالي من فوق باش نغطي العجينة ديالي. بعد ما انتهيت دابا غادي نحاول نجمع هاد الجناب ديالي على العجينة على هاد الشكل.
بعد ما جمعت الجنب ديالها بحال هذا الشكل غادي ندوز ندير العجينه الاخرى من الفوق. بعد ما تلقت هذه العجينه بهذا الشكل غادي نغطي بها من الفوق. من بعد ما صغرت هذه العجينه اللي كبقى لي دابا غادي نغطي الجنب على هذا الشكل. دابا علينا شويه ديال الزبده غادي ندهنها مزيان. راه عندي مشروب باش نضيفه للفران. بعد ما انتهي دابا مباشره غادي ندخل الفران. انا عديت الطريقه ديالي كما كتشوفوا معايا زوينه بزاف. دابا مباشره غادي نضيفها للفران. اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا معايا يعني البسطه ديالي بقات كطيب. غادي تفوق منها طاب دو بلاطو باش ما تحرقليش شي من الوسط. اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا معايا البسطه ديالي انا خرجت يعني سهله اقتصاديه. انا ما درتها سهله ملا لا ورق لا ولا كما شفتوا معايا عجينه عاديه بدون خميره. كتجي شيشه كتجي زوينه بزاف كما كتشوفوا معايا شيشه كتجي زوينه بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وما تنساوش التعليقات ديالكم واللايك ديالكم واللي مشاركش في القناه ديالي كله. انا يضغط على الزر الاحمر باش يوصلوا كل جديد ديالي. مع السلامه. نتلقى وصفه جديده وكل جديده وفرجه ممتعه.